بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو عن فساتين حريمي ملابس العيد. هنشوف موديلات حلوة جداً عن الفساتين والجلابيات الحريمي والعبايات، عبايات الاستقبال. بمناسبة العيد، كل سنة وانتم طيبين. قرب ربنا يا رب ان شاء الله يبارك لنا ما بقي من رمضان، ويبلغنا يا رب ان شاء الله ليلة القدر. اللهم امين يا رب العالمين. ويبعد علينا جميعا يا رب البلاء والوباء. اللهم امين يا رب العالمين. نبتدي كده مع بعض الفيديو. الجولة دي حبايبي في شركة تخفيضات العائلة، الاسعار بجد حلوة جدا هتعجبكم. ما تنسوش بقى حبايبي اذا عجبكم الفيديو تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. نبتدي كده مع بعض الفيديو. ده فيست حريمي زي فستان قصير كده، تخيلوا سعره بكام؟ ب22. القماشة قطن وجميلة جدا. شايفين التايجر ده؟ ده برضو ب22. وعلى فكرة يعني نازل على واسع كده. في بقى السلوبيتات دي ب23. كل القماشة بجد قطن، وقطن فيسكوز، فيسكوز اللي هو الناعم ده، حلو قوي بالذات في الصيف يعني. ده فيستي برضو ب22، تشكيلة حلوة قوي بقى، كتير جميل الألوان الربيعية دي. ده ب22 برضو. ده ب55 من الأبيض والأسود، بتشكيلة من البلوزات برضو اهي. هنا ب54، جميل اوي الفيست الابيض ده. ده ب59، شكله شيك اوي. نشوف برضو كده تشكيلة تانية من الملابس الحريمي. شايفين الفيست ده؟ ده قماشته قطن، ده ب54. في منه الاحمر والبامبي والاوف وايت والاسود. هنا ب55. بصوا الاسعار بتبتدي في ملابس الخروج الحريمي من 22. هنا ب55، في ب59. ده فستان جميل الأبيض ده. ده ب78. دي أشكال الفساتين. هنا ب28، دي زي بلوزة طويلة كده أو فيست طويل. في تشكيلة منها كتير بقى، جميلة أوي اللي فيها ألوان ربيعية دي. شوف كده سعرها، دي بكام؟ دي ب27.
في السادة كمان، وفي اللي هو المنقوش. نشوف بقى الجلابيات. دي جلابيات فيسكوز ب29، الخامة ممتازة صراحة يعني، حلوة قوي دي برضو. دي عباية بيتي في تشكيلة بقى من الجلاليب والعبايات البيتي كتير قوي. نشوف كده العبايات الاستقبال دي، دي عباية استقبال للبيت، ب52، القماشة قطن، في كذا لون منها. نشوف دي كده، دي سعرها 59، حلوة قوي دي برضو. نشوف بقى الموديلات الفساتين اللي هي طويلة، فساتين محجبات، شايفين الفستان ده، ده ب59، ده شكل تاني برضو من الفساتين. نشوف كده موديل تاني، ده قماشته قطن، ده فستان طويل، ده سعره 99. شايفين الفستان ده، ده ب59، حلو اوي الفستان الأزرق ده، ده ب92، جميل اوي الفستان اللي هو الكحلي ب59، اللي هو لونه كحلي ده. نشوف الفستان اللي جنبه ده، ده ب94، هي القماشة بتاعته شيفون كده طبقتين. شايفين الفستان ده برضو، جميل قوي ده برضو، هو منه فستان ومنه عامل زي عباية الاستقبال يعني، ده ب119، حلو الفستان اللي هو الأحمر ده، ده ب59. شايفين الفستان اللي جنبه ده اللي عليه دانتيل بالأبيض، ده سعره 65، 65 ريال. حلو الفستان ده برضو، يعني شكله سيمبل كده خالص، هو لونه كحلي ومخطط، سعره 109. أي تشكيلة الفساتين، موديلات بقى مختلفة أهي، فساتين محجبات وفساتين بناتي. نشوف كده موديلات تانية من الفساتين برضو، شايفين الفستان المشجر ده، ده سلوبيتا، ده سلوبيتا او اوفرول حريمي، ده سعره 59. نشوف كده الفساتين دي، ده ب109، اللي جنبه برضو اللي هو الأورنج ده ب109، حلوة العباية المشجرة دي ب39. دي موديلات ازدالات للصلاة ب27، القماش على فكرة برضو اللي هي الفسكوس في قطن دي، يبقى 34، الأخضر ده، الأبيض في أسود ده ب34، شايفين الشكل ده،
جميل قوي الاسدال القطن في بالذات في الصيف. ده فيست على 55، 59 برضو، ده ب 55. في اللي هو اللي بقط ده برضو ب 55. الفيست الاسود ده ب 55. في منه لون الابيض كمان على فكرة. دي فساتين برضو. نشوف كده اسعارها. على فكرة ينفع عباية البيت برضو، يعني دي ب 59، دي بكام مثلا؟ دي ب 39. القماشة بتاعتها في زون. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في شركة تخفيضات العائلة على ملابس العيد، فساتين حريمي، موديلات حلوة جدا، عبايات استقبال، جلابيات بيت. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.